اهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من المشهد، ومشهد اليوم عن الداخل الاسرائيلي. هذه الحلقه تاتيكم تحت عنوان حكومه اسرائيل الجديده تواجه اول انتكاسه خلال التصويت على قانون مثير للجدل. القصه ان الحكومه الاسرائيليه الجديده تواجه الان اول انتكاسه كبيره في البرلمان، اذ فشلت في تجديد قانون مثير للجدل يمنع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول على الجنسية. كان هذا أول اختبار سياسي كبير لرئيس الوزراء نافتالي بنت، الذي يترأس منذ ما يقرب من شهر ائتلافا مقيدا ومتنوعا يضم أحزابا يسارية ووسطية وعربية، فضلا عن حزبه القومي المتطرف. أخفق في تأمين أغلبية بسيطة في البرلمان لتمديد ما يسمى بقانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، مما يسلط الضوء على هشاشة حكومته. على جانب آخر، يمنع القانون الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ويتزوجون من مواطنين إسرائيليين من الحصول تلقائيا على الإقامة والجنسية الإسرائيلية برغم وجود استثناءات على أساس كل حالة على حدة. أقرت إسرائيل القانون لأول مرة في عام 2003 في ذروة الانتفاضة الفلسطينية، قائلة إن الفلسطينيين الذين تزوجوا من مواطنين إسرائيليين استخدموا وضعهم القانوني للمساعدة في تنفيذ هجمات على إسرائيل. تم سن القانون لمدة عام وجرى تمديده على أساس سنوي، بما في ذلك خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي يقود المعارضة الآن. ورفض نتنياهو منح بنت شريان حياة وصوت ضد القانون، ويصف نتنياهو حكومة بنت بأنها تهديد لأمن إسرائيل. فهذه الحلقة تدور حول حكومة بنت وأول اختبار حقيقي لصلابتها ودلالات ذلك على باقي الملفات وتأثيره على مستقبل الحكومة والعديد من القضايا، ومنها ملف عملية السلام بالطبع وغيرها. ونطرح هذه الموضوعات على طاولة النقاش مع ضيفنا وضيفكم الكريم في هذه الحلقة من المشهد، الدكتور ياسر طنطاوي، خبير الشؤون الإسرائيلية وعضو مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية. بنرحب بك دكتور ياسر، شرفتنا. أهلا وسهلا فندم، أهلا بيك. هنستأذن حضرتك نتابع التقرير حول هذا الموضوع بكل التفاصيل التي وردت فيه، ثم نبدأ النقاش والحديث مع حضرتك إن شاء الله. نتابع ونعود إليكم، أرجو أن تبقوا معنا. في انتكاسة للائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، فشل البرلمان الإسرائيلي في تجديد قانون مثير للجدل يمنع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتزوجون من مواطنين إسرائيليين من أصول فلسطينية من الحصول على الجنسية والإقامة الدائمة. وجاءت نتيجة التصويت على تمديد القانون بموافقة 59 عضوا ومعارضة نفس العدد، وهو ما يعني الإفاقة في تحقيق أغلبية طفيفة مطلوبة لتمديد قانون 2003. وقد امتنع عضوان في القائمة العربية الموحدة عن التصويت. وفي محاولة لإحراج بنت، صوت رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وأعضاء حزب الليكود اليمني ضد تمديد القانون على الرغم من تأييدهم السابق له، كما صوت ضده أحد أعضاء البرلمان من حزب يمينة الذي يرأسه بنت. ويسلط هذا الفشل الضوء على التوترات داخل ائتلاف بنت، ويمثل انتصارا للمعارضة وزعيمها رئيس الوزراء السابق نتنياهو الذي أطيح به بعد 12 عاما متواصلة في المنصب. رئيس الوزراء نافتالي بنت وصف هذا التصويت بأنه ضربة مباشرة ومتعمدة للأمن القومي، متعهدا بإصلاح الوضع، ومتهما نتنياهو وغيره بتفضيل سياسات ضيقة الأفق على مصلحة مواطني إسرائيل على حد زعمه. ويبرز هذا التصويت التحديات التي قد يواجهها رئيس الوزراء اليمني بنت في إدارة حكومة الائتلافية متعددة الأيديولوجيات التي أدت اليمين في الشهر الماضي وتضم أحزابا يسارية وفصيلا عربيا، حيث يشكل سقوط القانون ضربة أولى للحكومة التي توقع محللون أن تواجه صعوبة في الحكم في ظل الاختلافات العقائدية بين مكوناتها، وقد جمعتها فقط الرغبة بإزاحة نتنياهو. من جديد لحضراتكم التحية، والتحية موصولة لضيفنا وضيفكم الكريم الدكتور ياسر طنطاوي، خبير الشؤون الإسرائيلية. وفي البداية دكتور ياسر، بعتقد وبظن أنه يعني محتاجين نعرف من حضرتك باعتبارك خبير للشؤون الإسرائيلية طبعا طبيعة هذا القانون المثير للجدل قبل أن نتحدث عن تداعيات فشل التصويت عليه أو تجديده. القانون دوت الحقيقة بقاله 18 سنة. نعم. من 2003، وهو يعني القانون بيمنع زواج يعني في الضفة وغزة، ممنوع ان اي حد يتزوج
مثلا اي شخص معاه الجنسيه الاسرائيليه ان هو يتجنس بهذه الجنسيه. فطبعا كان القانون حائل بين عدد كبير جدا من الاسر طبعا المتزوجه من الجنسيه الاسرائيليه. ممكن يكون الحاصل على الجنسيه الاسرائيليه اللي بتزوج من فلسطيني او فلسطينيه ممكن يكون من عرب 48 بطبيعه الحال اللي معاهم برضه الجنسيه الاسرائيليه. عرب 48 عشان بس الناس ما تفهمش المساله غلط ان هو اسرائيلي او يهودي. لا مش شرط. لا مش شرط. حتى من عرب 48 فكان في عدد كبير جدا بيتجنسوا بالجنسيه الاسرائيليه قبل الفتره بتاعه القانون. فاسرائيل شافت ان دوت بيهدد الامن القومي الاسرائيلي بالاضافه ان هم بيحافظوا على الهويه اليهوديه اللي موجوده. فطبعا بداوا ان هم يضعوا هذا القانون ويجددوه كل سنه، يعني كل سنه بيتم تجديده بشكل تلقائي، لان طبعا كان منع الزواج. منع الزواج كان من السهل جدا عمليه ان يجتمعوا في الكنيسة وان هم يصدروا قانون بتمريره من خلال اعضاء الكنيسة. لكن للاسف هو منع الزواج ولا منع التجنيس بقى ان صح التعبير؟ لا هو مش منع الزواج، هو منع التجنيس، ان الشخص لا يحصل على الجنسيه الاسرائيليه. وديت كتير قوي بصوا عليها ان ديت عنصريه، لان ليه انت تمنع، يعني انت تسمح بهذا الامر لغير العرب والغير الفلسطينيين وتمنعه عن العرب والفلسطينيين؟ فلقوا ان المساله ديت تمثل عنصريه. لكن طبعا من وجهه النظر العربيه تمثل عنصريه، لكن اكيد هي تمثل يعني من وجهه النظر الاسرائيليه ان صح التعبير حمايه للامن القومي، هي حمايه للامن القومي حتى لا يضغى عدد العرب على وفي نفس الوقت يعني من وجهه نظرهم ايضا منع العمليات الارهابيه، محاوله تقليص العدد، الحفاظ على الهويه اليهوديه الاسرائيليه، يعني كلها مسائل يعني تهدف الى خدمه الجانب الاسرائيلي. فطبعا اي يعني شخصيه موجوده في الكنيسة بتصوت على اساس ان تمنع مثل هذا الامر. فالذي يعني المساله اللي حصلت مساله غريبه جدا عكسيه، يعني بشكل مش هو بشكل منع عكسي. المنع يعني هو منع تمديد القانون. لا الكنيسة صوت بنسبه يعني 59 موافقه و59 رفض. والذي يعني والحاجه الفارقه كمان في المساله ان نتنياهو وحزب الليكود الاثنين يعني صوتوا لصالح يعني ضد القانون لمنع تمريره، مع انه نفسه استفاد منه على مدار فتره حكم، استفاد منه وفي نفس الوقت كان بشكل تلقائي، كان يعني خلال فتره الحكم بتاعته 12 سنه كان هو اساسا بيطبق القانون وبيحاول ان هو وبيمرره بشكل سنوي. لكن لما جم سالوه يعني ايه السبب انك انت قلت، هي خصومه غريبه شويه دكتور ياسر، هي ان صح التعبير مع بنت. انا اقول لحضرتك حاجه، هو نتنياهو او بنت هو يعتبر التلميذ النجيب لنتنياهو. يعني نتنياهو هو الذي قام بعمل بنت، وهو الذي قام يعني بتربيته سياسيا كما يصح القول. مفيش اختلاف في الفكر ما بين نتنياهو وما بين رئيس الوزراء الحالي الا في حاجه واحده بس التي عبر عنها رئيس الوزراء الحالي، هي في كيفيه اداره اسرائيل. لكن في معظم الافكار ومعظم التوجهات الخاصه بنتنياهو هي نفس التوجهات والافكار التي يعني يعمل عليها رئيس الوزراء الحالي نفتالي بنت. فالفكره لما سالوا نتنياهو قالوا له طب ايه السبب اللي خلاك انك انت يعني ترفض تمرير القانون؟ فقال هي دي الحكومة، اسألوا الحكومة وهي اللي تتحمل العواقب. حكومة زي ديت جابت مجموعة مخالفة للصهيونية اللي هي القائمة العربية ووضعت نفسها في هذا الإطار، فاسألوا الحكومة واحنا لن نساعد، عشان كده وصفها بأنها تهديد، ونحن لن نساعد هذه الحكومة التي جاءت بمجموعة ضد الصهيونية، عشان كده وصف يعني الحكومة بأنها تهديد لأمن إسرائيل. أيوه هو وصفها بأنها تهديد لأمن إسرائيل وقال لهم أنتوا تتحملوا مسؤوليتكم في هذا الأمر ولن نساعدكم في تحقيق مثل هذه المسألة. وبالفعل يعني أول مرة يحصل منذ بداية هذا القانون حتى الآن أن يتم الوقوف ضد هذا القانون على الرغم أنه يخدم المصالح الإسرائيلية. يعني اللي حصل هل نعتبره نوع من أنواع المكايدة السياسية ايضا اضافه لوصف بنيامين نتنياهو بانه يعني الحكومه تهديد لامن اسرائيل على حسب وجهه نظره السياسيه يعني ان صحت يعني، ولا الموضوع اكبر من كونه مكايده سياسيه ومساله فيها عمق اكتر وربما فيهم وجهه نظر مصيبه ووجهه نظر مخطئه؟ اسرائيل مرت بمرحله زمنيه صعبه جدا. المرحله الزمنيه دي مرت فيها اربع انتخابات في خلال سنتين. الاربع انتخابات جمدوا الحياه السياسيه في اسرائيل. نتنياهو حاول ان هو يقوم بعملية يعني إقامة الحكومة أكثر من مرة ولم يستطع يعني إقامتها لأنه كان بيرفض الوصول إلى القائمة العربية.
نتنياهو في أول ما تم انتخاب الحكومة الحالية قال كلمة واحدة بس، قال أنا سأعود مرة أخرى. فهو ماسك حاليا زعيم المعارضة في الليكود وبيسعى بكل الوسائل الموجودة عنده إن هو يرجع إلى الحكومة تانية. بعد ما يسقط هذه الحكومة هو لديه من القدرات والإمكانيات السياسية والدبلوماسية والعلاقات في إسرائيل ما يؤهله للقيام بهذا الأمر، لأن هو طبعا سياسي مخضرم، يعني يحصل يعني لديه أرضية كبيرة جدا في إسرائيل من المؤيدين ليه، نظرا خلال فترة وجود ترامب في السلطة. هو في أزمة قيادة في إسرائيل يا دكتور ياسر؟ يعني هل نعتبر نتنياهو مثلا من جيل، ما أعرفش يعني التسمية الصحيحة إيه، حضرتك أدرى مني بالطبع، هل مثلا نعتبره من جيل الصقور وإسرائيل لم تنجب يعني من الأجيال المتعاقبة قيادات بهذا الحجم إن صح الوصف؟ هي ليها كذا، يعني هي ليها أكثر من رؤية. الرؤية الأولانية إن طبعا نتنياهو بقاله 12 سنة في السلطة، فوجود يعني في وجود رئيس الوزراء 12 سنة في السلطة تعطي رؤية إن إسرائيل افتقدت للأشكال الدبلوماسية الأخرى أو للشخصيات التي يمكنها أن تقف ويكون لها دور في الأمر. هناك ايضا رؤيه يطرحها البعض ان معظم اللي موجودين حاليا في الحكومه الاسرائيليه صغار، يعني او سنهم اصغر بكتير جدا من نتنياهو، فممكن يكون بيحاول بقدر الامكان ان هو يتعاون معهم او يصل معهم الى رؤى لكيفيه تطويرهم خلال تطويرهم بحيث ان هم يتولوا المقاليد الحقيقيه او المقاليد الفعليه لاسرائيل خلال المرحله القادمه. هناك بعض ايضا يقولوا ان نتنياهو يعني خرج بره السلطه حتى يتخلص من لائحه الاتهام المواجهه ضده ويعود مره اخرى الى رئاسه الوزراء بحيث ان هو يكون بعيد عن هذه الاتهامات المواجهه له بالفساد. الا يمكن ان تلاحقه الان بصوره اسهل مما كانت في فتره حكمه او فتره رئاسته للحكومه؟ هو الرأي الأول هو أن نتنياهو بيسعى حاليا في وهو خارج إطار رئاسة الوزراء للتخلص من هذه اللائحة حتى يأتي إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى بدون أن يكون عليه أي ضغوط من أي جهة. أو وقد غسل سجله يعني. وقد قام بغسل سجله. وهناك البعض يعني يطرح فكرة أن الكنيسة الإسرائيلي بمقدوره أن هو يطرح قانون منع ترشح أي شخصية لديها لائحة اتهام، وفي هذه الحالة سيكون قضوا على نتنياهو سياسيا إلى الأبد. وأعتقد أن دي هتبقى صعبة بالنسبة للمجموعة اللي موجودة حاليا، نظرا لأن هم يعني ليست لديهم الشعبية الموجودة في الشارع الإسرائيلي مثل نتنياهو، يعني ليس لديهم الشعبية، فقد يعني يكون لديهم خوف ان هم يقوموا بعمل اي خطوات استباقيه ضد نتنياهو في هذا الامر. لكن ان هو يتحرك حاليا بحريه تامه ولديهم من الامكانيات والقدرات ان هو يقدر يقدر ان هو بالفعل يتغلب على الحكومه الحاليه، ويقدر ان هو يسيطر بالفعل ليصل الى المقعد رئاسه الوزراء مره اخرى. هل نعتبر ده تكهن او يعني توقع قابل للحدوث وفقا لتحليل حضرتك؟ اقول لحضرتك حاجه، القانون اللي هو بقاله 18 سنة اللي بقى أصبح أحد التحديات الكبيرة للحكومة الإسرائيلية في أن هي تقدر تحصل على إمكانيات بقدرات أن هي تقدر أن هي تمرره، لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية العديد من التحديات الأخرى، منها تحدي الموازنة لم يتم إقرارها منذ سنتين في إسرائيل، بالإضافة إلى العديد من المواقف والتحديات زي التحديات مع إيران وزي العلاقات مع فلسطين، العلاقات مع الدول العربية، المشاكل الداخلية، هناك تحديات كبيرة جدا. بمرور هذه التحديات ستفقد الحكومة الإسرائيلية يوما بعد الآخر إمكانياتها وقدراتها، لأنها لن تستطيع أن تقوم بما قام به نتنياهو نظرا لعلاقاته القويه وخصوصا مع الرئيس ترامب في هذه الفتره، الذي استطاع من خلالها ان هو يعني يقدم الكثير من المساعدات لاسرائيل، سواء نقل السفاره الامريكيه الى القدس، سواء الجولان، سواء يهوديه اسرائيل، العديد من، لدرجه ان نتنياهو قال حاجه، قال يعني ان هذه لحظه تاريخيه، ان هي علاقته مع ترامب لحظه تاريخيه لن تتكرر مره اخرى.
لن تتكرر لإسرائيل مرة أخرى. من أجل هذا هم سعوا للحصول على كافة المكتسبات التي يمكن الحصول عليها من طلب. حاليا الوضع مختلف. الوضع حاليا مع رئاسة الوزراء، رئيس الوزراء الحالي والموجودين حاليا مع الإدارة الأمريكية ليست بالقوة اللي موجودة في ذلك الوقت، يعني ليست بالقوة، بل هم يسعون ويضعوا خطط لكيفية تقوية العلاقة ما بينهم وبين الولايات المتحدة. أنا لا أقول تقوية العلاقة إن أمريكا تدعم إسرائيل وإنها تحافظ على أمنها، لا، كل طبعا حكومة أمريكية بتأتي أو كل رئيس أمريكي يأتي دايما بيؤكد على الدفاع عن إسرائيل وحماية مكتسبات إسرائيل، لكن لا يكون بنفس درجة الصداقة، لدرجة إن ترامب وهو ماشي من السلطة قال لعل اليهود الموجودين في أمريكا لا يحبون إسرائيل، لأن أنا كنت هعمل إسرائيل أكثر من ذلك بكثير وهم لم يعطوني أصواتهم. فهو يعني اشتكى من اليهود الأمريكان أنهم لم يعطوا أصواتهم لترامب حتى ينجح للفترة الثانية. بالنسبة لبايدن، الانتخابات طبعا بيبقى فيها أسرار كتير، ويمكن يكون يعني تحليل ترامب مش في محله بدقة لأنه المسألة أعمق من كده بكتير، لكن يعني سامحني في المقاطعة، احنا بنرجع تاني لأزمة القيادة في إسرائيل. خلينا أقولها بطريقة تانية، أيا كان الوصف الخاص بالكيان الصهيوني، هل إسرائيل مجتمع في حالة مخاض لتشكل توجهاته، لتشكل قياداته؟ لأنه يعني إسرائيل منذ ربع قرن، ويعني من بعد اغتيال إسحاق رابين، وهي لم تنتخب حزبا اشتراكيا أو حزبا يساريا، يعني تتجه ناحية اليمين، ولم نجد قيادات يعني قوية في إسرائيل إن صح التعبير في القيادات السابقة. في الدراسات الاستراتيجية في هناك ما يسمى بقدرات الدولة. كل دولة لديها قدرات، في سواء قدرات في مجال الجغرافيا، سواء قدرات في مجال الإنسان، سواء قدرات في مجال الإمكانيات الحربية، في كل دولة لها قدرات. بالنسبة لإسرائيل قدراتها ضعيفة في التماسك ما بين المجتمع، لان كل مجتمع الاسرائيلي يعني في من الاتحاد، من روسيا، في من الولايات المتحده الامريكيه، من دول اوروبيه، في من اثيوبيا، في من اثيوبيا، يهود الفلاشه، يهود ففي عدد كبير جدا هناك، يعني عدم يعني تماسك ما بين النسيج، سواء ما بين المجتمع الاسرائيلي او القيادات الاسرائيليه الموجوده. اذا نظرنا الى الكنيسة الاسرائيليه هتلاقي في مجموعه من الاحزاب لا يجمعها اي رؤيه الايديولوجيه الخاصه بكل هذه الكيانات، ليست متناسبه مع بعضها، هناك فارق كبير جدا، هناك توجهات وافكار مختلفه. كل هذه الامور يعني اوجدت حاله من الانقسام المتواجد، يعني حاله من الانقسام اللي كان من الصعب ان هو كان يبقى موجود. هذا الانقسام من الصعب جدا اصدار اي قرارات من خلاله او اصدار اي قوانين من خلاله. فالوضع السياسي في إسرائيل يعني قد أقول لك إن هو يعني على المحك بشكل كبير جدا. بتعبير حضرتك، هل يمكن، وأنا بستعيره يعني، القول بأنه إسرائيل وصلت لمرحلة شيخوخة الأيديولوجية السياسية، صح الوصف أو التعبير؟ هي قد يكون وصلت إلى هذه المرحلة ولكن لفترة محدودة، يعني قد يكون وصلت هذه المرحلة ولكن لفترة محدودة، لأن المجموعة اللي موجودة حاليا لازم أن هو يعني يوصلوا لمرحلة من التفاهم في العديد من القضايا، وده من الصعب أن هو يحصل. فنتوقع يعني سقوط سقوط رئاسة الوزراء الإسرائيلية أو رئاسة الوزراء في إسرائيل نتيجة يعني مثل هذا الصراع الموجود والأيديولوجيات المختلفة، وممكن أن يعني يحدث رؤية أو أفكار أخرى قد يطرحها نتنياهو خلال المرحلة القادمة، بحيث أن هم يعني يقدروا أن هم يشكلوا الكيان بشكل أو بآخر بشكل أمثل. معنا عبر الهاتف رأي آخر من داخل القدس المحتلة، الدكتور فضل طهبوب المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور فضل، بعد التحية، يعني من وجهة نظر حضرتك، يعني الانتكاسة التي تعرضت لها حكومة بنت بعدم قبول تمديد القانون الذي يسمى بالمواطنة المتعلق بحصول المواطنين الفلسطينيين المتزوجين من حاملي الجنسية الإسرائيلية على الجنسية الإسرائيلية أيضا، يعني كيف ترى تداعياته أولا بالنسبة للداخل الإسرائيلي،
وثانيا والأهم بالنسبة لتداعياته على مستقبل عملية السلام إن افترضنا أنه ده ممكن يتحقق؟ يعني واضح الموضوع بحد ذاته هو عنصري وقانون عنصري. نعم. وعقود قبل 18 عام، وهذا القانون كل سنة بيجددوه أو كل ما مرحلة كنيسة جديدة بيجددوه أنه يستمر العمل بهذا القانون، عدم ضم أي واحد أو شمل عائلات فلسطينية من مناطق الضفة الغربية فلسطينية 48. وهذا طبعا ليه؟ لأن ما بدهم يصير عدد سكان فلسطين العرب داخل إسرائيل يعني كبير، وبيعتبروا أنه كل أسرة تزداد في داخل إسرائيلية يعني إضافة للعدد السكاني أو ديموغرافيا بيختل الميزان، وهذا موقف عنصري واضح. هذا السياسة اللي اتخذتها شوي من 18 عام واستمروا عليها سواء على حزب العمل او اي حكومه. المرحله الحاليه لانه في الحكومه يعني قائمه على بعض اعضاء الكنيسة العرب اللي ايدوا الحكومه، حاولوا انه هذا ما يتمددش، الا يمدد يعني بمعنى اخر او الغاؤه، لكن طبعا وقف اليمين الاسرائيلي بشكل عام ضده، وفي المحصله كانت النتيجه توازي بين اللي رافضين يمددوه وعدم اللي رافضين يمددوه، اذا اجل موضوعه. وهذا يعتبر يعني نوعا ما ايقاف الممارسه بهذا او التمديد لهذا القانون كشكل من الاشكال، لكن اليمين الاسرائيلي مستاء جدا من هذا الموضوع والحكومه غير قادره على تمريره. طب خلينا نصف ما حدث دكتور فضل بطريقه اخرى، وهذا شكل هل دكتور فضل هل يمكن اعتبار ما حدث يعني بدايه لسقوط هذا القانون من تمديد وتجديد ام بدايه لسقوط الحكومه؟ يعني هل هو سقوط القانون ام سقوط الحكومه؟ الشروط الى ان يدان نتنياهو في اي من القضايا الجنائيه المرفوعه عليه. اذا ادين نتنياهو يعني راح للسجن بمعنى اخر او اصبح شخصيه غير سياسيه، هنا ممكن خلافاتهم تبدا بشكل واضح وجديد، وممكن ان تنتج تحالفات جديده مع الليكود بدون نتنياهو. كيف ممكن تفرط الحكومة وتأتي حكومة جديدة؟ إنما سقوط الحكومة الحالية والدخول في انتخابات نتنياهو راح يهزمهم. يعني حضرتك شايف اللي حصل ده نوع من أنواع تماسكوا تحت كل شيء. يعني حضرتك شايف اللي حصل ده نوع من أنواع المكايدة السياسية. يعني حضرتك شايف اللي حصل ده نوع من أنواع المكايدة السياسية ما بين نتنياهو وبنت. دكتور فضل يبدو ان حضرتك مش مستمع ليا بشكل جيد، على اي حال بشكرك شكر جزيل وبعود لضيفي الكريم في الاستوديو بعد ان نشكر الدكتور فضل طهبوب المحلل السياسي والخبير في الشؤون الاسرائيليه كان معنا عبر الهاتف من القدس. من جديد لك التحيه دكتور ياسر طنطاوي الخبير في الشؤون الاسرائيليه، وسؤالي المتعلق بتداعيات ما حدث او ما يمكن ان يحدث على مستقبل عمليه السلام افتراضيه يعني يرجى ان تحقق سلام عادل وشامل. حضرتك شايف المسألة ازاي؟ فكرة الدخول في عملية السلام يعني عايزة قدرات سياسية كبيرة جدا. أنا شايف إن يعني من الجانب الإسرائيلي من الجانب الإسرائيلي. أنا شايف إن رئاسة الحكومة الحالية يعني هتترك هذه الأمور جانبا في الفترة الحالية، لأن طبعا رئيس الوزراء الحالي بينيت ركز على أو هو نفسه قال أنا هركز على الجانب التعليمي، على الجانب الصحي، على جانب يعني جانب الصحي والجانب التعليمي، وفي نفس الوقت هحاول ازود عدد او اشيل من البطاله الموجوده في اسرائيل 15%، احاول ان انا اخليهم يشتغلوا في مجالات التكنولوجيا. فهو ركز على هذه المسائل بحيث ان الحكومه عنده ما تحاولش تدخل في يعني جدليه عمليه السلام. يعني في اطروحات كثيره جدا وفي عقبات كبيره جدا هم يعني هم نفسهم مش عايزين ان هم يدخلوا فيها عشان ما تظهرش الحكومه والمنازعات ضعيفه والصراعات اللي موجوده ما بينهم بشكل كبير. فاعتقد انه على الرغم ان بايدن نفسه كنت لسه اسال حضرتك يعني الرئيس الامريكي الجديد بقى او الحالي بايدن يعني الا يشكل متغير مهم في هذه المساله؟ طبعا توجهاته الاساسيه هي يعني الوصول الى سلام في المنطقه، لكن كيفيه الوصول الى هذا السلام، ما هو يعني المشكله ان اسرائيل المستوطنات الاسرائيليه تزداد يوم بعد الاخر.
التحركات الإسرائيلية مع المستوطنين في استفزاز الفلسطينيين تتزايد يوم بعد الآخر، التحركات الإسرائيلية في القدس وفي المنطقة العربية وفي محاولة يعني تهويد هذه المناطق وطمس الهوية العربية مستمرة يوما بعد الآخر. فكيف يمكن تحقيق هذا السلام في ظل كل الظروف أو كل التحركات التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي العربية أو الأراضي المحتلة؟ لدرجة أن رئيس الوزراء الحالي أساسا بنيت يعني أكد أو يعني أثناء كلامه أو من ضمن توجهاته قال لك إن أنا لا أسعى إلى يعني حبس الفلسطينيين الإرهابيين ولكن أسعى إلى قتلهم، أنا لا أسعى إلى التركيز إن أنا أقول إن الضفة دي جزء محتل في أرض، لأن أساسا ليست هذا المكان لم يكن خاص بفلسطين في يوم من الأيام. توجهاته إلى حد ما يعني توجهات قد تكون معادية للسلام، بالرغم إن بايدن يعني أرسل رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية يعني مؤكدا على وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وفي نفس الوقت قال أنه لن يحدث عملية أي سلام بدون الاعتراف بإسرائيل اليهودية المستقلة. يعني هو ركز على أن السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بعد اعتراف كل المنطقة والاعتراف بإسرائيل كدولة. بايدن اللي قال كده أنه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مستقلة. فأنا شايف أن الرؤية الأمريكية أو التوجه الأمريكي أو الرسالة الأمريكية يعني ذات مغزى لسعي الدول لتحقيق السلام مع إسرائيل، وفي نفس الوقت عدم الضغط على إسرائيل يعني لكي يعني تقدم ما يمكن أن تقديمه لتحقيق هذا السلام. يعني طبعا يعني هناك ضغوط، لا يجب أن يكون هناك ضغوط أمريكية على إسرائيل لدفعها لمثل هذا الأمر، لكن إسرائيل بتحاول أن هي تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتجاهات أخرى، تسعى إلى يعني دخول في مجالات نزاعات في المنطقة، دخول سواء لن أتكلم عن المنطقة في حد ذاتها وإنما الصراع الإسرائيلي الإيراني الموجود أو التوجهات، وغالبا الولايات المتحدة ستساند إسرائيل في هذا الأمر. لكن في الأول وفي الآخر السلام يجب أن يتحقق بشكل أو بآخر بعد يعني أن إسرائيل يكون ليها تنازلات أو مش تنازلات، أنها تقدم ما يجب أن تقدمه من قرارات تمت في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن لصالح تحقيق السلام في المنطقة. ده وجهة نظر حضرتك طبعا، ودي, ودي, ودي تحليل سليم، لكن يعني بالإضافة للي حضرتك ذكرته على لسان رئيس الأمريكي بايدن بأنه يعني يجب على المنطقة أن تعترف بيهودية إسرائيل لتحقيق السلام كبداية لتحقيق السلام، يعني إذا وضعناها بجانب تحليل دكتور فضل طهبوب معنا عبر الهاتف قبل قليل لما قال أنه يعني نوع من أنواع السجال السياسي اللي حدث الآن في الحكومة الإسرائيلية أو في الكنيست قد ينتهي بإحدى نهايتين، يعني واحدة منهم ممكن تكون إدانة نتنياهو جنائيا. هل في الحالة ديت ممكن يتحقق لحكومة بنت شيء من الاستقرار، تكون ديت مقدمة لفتح ملفات أكبر من بينها عملية السلام؟ هي نتنياهو ليس له علاقة بالأمر أو المشكلة الموجودة في الكنيست حاليا. مشكلة الكنيست الحالية هي نتيجة للاختلافات الأيديولوجية ما بين الأحزاب اللي موجودة في الكنيست. يعني سواء نتنياهو كان موجود في زعيم حزب المعارضة الليكود أو إن هو خارج الحزب، سواء هو في عمل سياسي أو في غير عمل سياسي، الوضع الموجود حاليا في الكنيست هو وضع مختلف تماما. يعني وضع يعني ليست فيه اتفاقات ما بين الأحزاب الموجودة، هم اتفقوا في حاجة واحدة بس، إن هم يتخلصوا من نتنياهو ليشكلوا الحكومة. هي دي الحاجة الوحيدة اللي استطاعوا إن هم يتوافقوا عليها أو ينفذوها منذ قيام الحكومة الإسرائيلية وحتى الآن. فوجود نتنياهو أو عدم وجوده لن يكون هو مؤثرا في مثل هذه المسألة، ولكن وجوده في الحزب المعارضة ده يعني بيوجد سجال سياسي وبيوجد يعني صراع سياسي، هدفه يعني الهدف في النهاية هو السيطرة على كرسي رئاسة الوزراء. طبعا هو عنده الإمكانيات ان هو يقدر ان هو يقوم بهذه المسألة، ولكن قد يعني خلال المرحلة القادمة او خلال الفترة القادمة يحصل توافق ما بين هذه الأحزاب، لكن هناك الكثير من الخبراء يعني يرفضون مثل هذا الأمر، لان طبعا كل أحزاب ليها توجهاتها مختلفة تماما، كل حزب ليه توجهاته، والقانون اللي صدر دوت يعني ده يعني اقل دليل عن هذا الأمر، لان ده يعني
منطقيا ألف ب ان هم لازم كان المفروض ان هم يمرروه. فيكون ان 59 يعترضوا في هذا الامر ده مساله كبيره مش صغيره. ما علشان كده انا قلت لحضرتك من البدايه وديت مش يعني قراءه الشخصيه دي قراءه خبراء في الشان الاسرائيلي. المجتمع الاسرائيلي بيتغير ويمكن حتى النجاح بشكل او باخر في ازاحه نتنياهو عن السلطه ده نوع من انواع الحراك السياسي يعني وفقا لنظريات السياسه المحمود داخل اسرائيل انه يستطيعوا ان هم يتفقوا على شيء ويحققوه. لكن للاسف هم عندهم ازمه في صناعه قياده جديده والاستمرار في 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 حكم اسرائيل برؤيه واحده. يعني ده مش حادث زي ما حضرتك اشرت ضمنا في الكنيست، فده مستقبله ممكن يكون قد ايه مؤثر على مستقبل اسرائيل تحديدا بعيدا عن عمليه السلام وبعيدا عن يعني جيرانها العرب. اسرائيل بها يعني العديد من الاتجاهات، العديد من المؤسسات اللي هي بتحكم الجانب الاسرائيلي وخصوصا المؤسسات الامنيه، بالاضافه الى تعاون الولايات المتحده الامريكيه، وليس تعاون الولايات المتحده في حد ذاته. يعني انا خلال الفتره الماضيه يعني قرات يعني او شفت مدى التعاون الاسرائيلي مع مثلا روسيا، مع عدد من الدول، الولايات المتحده الامريكيه. فهم الحقيقه يعني عاملين يعني اسرائيل ليها علاقات مع العديد من الاطراف الدوليه في هذه المساله. فمستقبل اسرائيل لا تحدده فقط انتخابات الكنيست او انتخابات رئاسه الوزراء، لان هناك من الدول من تؤكد على اهميه المستقبل الاسرائيلي وان هي داعمه لهذا المستقبل الاسرائيلي وان هي مسانده لاسرائيل على طول الخط يعني في اي اتجاه من الاتجاهات سواء الاقتصاديه او الحربيه او غيرها او غيرها. ف التحركات الداخليه في اسرائيل يشير اليها البعض ان ديت يعني زي يعني حريه سياسيه، ان هم يشيلوا رئيس الوزراء، ان رئيس الوزراء يقعد في المعارضه، ان رئيس الوزراء يرجع تاني، او ان هم يعني يستمروا في المساله. هم يعني وسائل الاعلام الاسرائيليه لما بتيجي تطرح الفكره او تيجي تطرح الرؤيه تقول لك ده نوع من الحريه السياسيه اللي موجوده لاي دوله مثلا من الدول الغربية بيحصل فيها مثل هذه المسائل. فالغريبة في الأمر إن هو بالفعل الغريب مش رئاسة الوزراء المشكلة حاليا، الغريب إن كان نتنياهو يقعد ال 12 سنة في دولة، لأن ده يعني مش وارد. يعني لما بيحصل حتى في أمريكا بيبقى دورة أو دورتين ونهاية الدورتين انتهت المسألة أو انتهى الموضوع. فمن المنطقي بالفعل إن نتنياهو ينزل من السلطة لفترة معينة طالت أو قصرت لغاية ما يعني ما يحصل تبديل للسلطة مرة أخرى بشكل ديمقراطي أو بشكل يتم طرحه. لا هو حتى نتنياهو أصل كمان مجيئه كان مبكرا يعني من عام 96، يعني دي مش أول مرة يحكم فيها إسرائيل، أو الفترة الأخيرة كانت هي الفترة الثانية مش الفترة الأولى. الفترة الثانية بالفعل. فهو شخص طبعا يعني عالم السياسه يستوعب، هو عنده 72 سنه ومع يعني ذلك هو متمسك بالسلطه لاقصى درجه. يعني هو عنده 72 سنه وهو يعني ويتمسك بالسلطه لاقصى لدرجه ان هو يعني حتى فتره يعني في نهايه وجوده في رئاسه الوزراء وهم بيتصوروا معاه بشكل او باخر قال لهم انا ما عنديش موبايل حديث بقالي 12 سنه، يعني انا ما استخدمتوش لان انا حر لكن انتوا عبيد لاجهزه الموبايل اللي موجوده معاكم. انا عايش حريتي وعايش. ابتدى يمسك موبايل او ان هو يكون معاه موبايل جديد اول ما خرج من رئاسه الوزراء، بحيث ان هو ايه يتعامل مع هذه الاجهزه الحديثه التي كان يتصور ان هي مقيده للحريه ومقيده لكيفيه التعامل مع المجتمع اللي موجود حواليه. فهي يعني دي رؤية معينة. هو برضو يمكن يكون نوع من أنواع المراوغة السياسية في الداخل الإسرائيلي اللي يعني مش عايز أقول تمثيلية، يعني ما هي ده شيء طبيعي، ما هو كل تحركاته وكل كلماته. لا مش عايز أقول تمثيلية لأنه أنا ما أقدرش أحكم، لكن حضرتك تستطيع دوت من قرايتك. بتحاول إسرائيل من الداخل أن تحقق لنفسها بيها مصلحتها الداخلية، سواء كانت عن طريق إظهار صورة معينة عن إسرائيل، إرسال رسائل عن إسرائيل، شغل العالم عن قضايا أخرى تتعلق بإسرائيل. يعني ربما يكون وراء الستار في خفايا أخرى. يعني ما فيش تحرك إسرائيلي عفويا. كل التحركات التي تقوم بها إسرائيل بيكون لها دلالات وأهداف ورؤى معينة. صحيح. لأن هناك من معاهد الدراسات والأبحاث التي تخطط لكيفية التحرك الإسرائيلي على المدى البعيد. يعني لديها القدرات والامكانيات ان هي بالفعل ترسم الخطط. يعني انا لما كنا بندرس
كل ما يتعلق بالدراسات الإسرائيلية من فترات طويلة جدا. كنا بنشوف ان بداية إسرائيل كانت بتعتمد على ايه؟ كانت بتعتمد على الأدباء والمفكرين الذين يعني يرسمون القصص والحكايات لكيفية تحرك إسرائيل الى الامام. فنجد السياسيين يتبعوا هؤلاء المفكرين في التحركات التي كانت بتوضع النظريات ورؤى، ان كل عقد من الزمن إسرائيل يجب ان تحقق الخطوة الفلانية، وكانوا بيستطيعوا تحقيق ليها اوقات محددة، وبالفعل لما بيصلوا للوقت المحدد هو مش عايز اقول طبعا يعني انا مش مقام لتحليل دوت، لكن اكيد بضعف بقية الاطراف. لكن الاهم واللي انا قصدته منه قليل في تحليل المجتمع الاسرائيلي من الداخل وليس من ناحية السياسية، انا قصدت وحدة المجتمع الاسرائيلي من ناحية الاجتماعية، من ناحية الافكار. ما فيش وحدة المجتمع الاسرائيلي، ما فيش نسيج مترابط يعني، ولا على الفكرة ولا على التوجهات. لا هو ممكن يعني هي اسرائيل كلها قامت على فكرة يعني هي قايمة على فكرة المشهد ما تغيرش يا دكتور ياسر، يعني ده ما بيهددش بقاء اسرائيل ان صح التعبير. هل المجتمع الاسرائيلي مقدم على تفكك داخلي يعني؟ هو لا، في بالفعل تفكك داخلي اسرائيلي، وفي عدم وجود لحمة او نسيج منسجم ما بين المجتمع الاسرائيلي. في انهيار في الاخلاقيات الموجوده في اسرائيل، يعني في ضعف كبير جدا. يعني لو اتكلمنا عن قدرات الدوله، في ضعف كبير جدا في قدرات الدوله، في قدرات اسرائيل. ليس يعني هذا الضعف ناتج سواء عن عدم وجود يعني هم يعني عدم وجود التربيه بشكل مناسب، عدم وجود يعني الانقسامات اللي موجوده، الصراعات اللي موجوده في يعني ما فيش انسجام الا على فكره معينه، وهي الدوله نفسها، او انسجام على فكره الفكره الصهيونيه نفسها اللي يمكن موجوده في العالم بشكل العقد الماضي من 2011 وحتى اليوم يا دكتور ياسر، ربما الساحه الاسرائيليه كانت أكثر الساحات برودة وربما استقرارا في ظل ما حدث في المنطقة مما سمي اصطلاحا وقتها الربيع العربي. يعني اشتعلت المناطق والدول العربية، في حين أن إسرائيل على مدار العقد اللي بنتحدث عنه تقريبا ما حدث تغير كبير في المجتمع الإسرائيلي، وإن كان يعني التفكك اللي بنتكلم عنه بذوره موجود. فهل لإسرائيل يعني خطة في هذا الأمر؟ هل لإسرائيل مصلحة؟ هل تقدر تبني على ما حدث في هذا العقد توقعات تتعلق بمستقبل إسرائيل والمنطقة؟ يعني شايف المسألة إزاي؟ هو الحقيقة أنا يعني أحييك على السؤال ده، لأن هو يعني سؤال مهم جدا. يعني ليه الدول العربية في الربيع العربي حصل انهيارات وحصل يعني تحركات وهياج بشكل او باخر وثورات، يعني في امور كتيره جدا حصلت في العالم العربي لم تمس اسرائيل، وفي الوقت ذاته حصلت اسرائيل على مجموعه من المكتسبات لم تكن لتحظى ان تحصل عليها في اي وقت من الاوقات، وخصوصا في فتره وجود ترامب. اللي بيبين المساله ديت ان اسرائيل كانت جزء من الخطه، يعني اسرائيل كانت جزء من اللي رسم الخطه، يعني سواء يعني دول كبيرة أو سواء في دول أخرى. لكن يعني لا يعني هناك افتراض كبير جدا إن طالما لم يصل هذه المسائل وهذا ما يطلق عليها الربيع إلى إسرائيل، وتظل إسرائيل حاصلة على كافة المكتسبات الموجودة، فده أمر يدعو إلى التساؤل ويدعو إلى وضع علامات استفهام كثيرة جدا في هذا الأمر. لأن طبعا يعني دول عربية اتدمرت، ودول عربية تعرضت لمشاكل كبير، مشاكل كبيرة، اطلاق صواريخ، أزمات اقتصادية، أزمات كثيرة. لكن إسرائيل كانت يعني هي الوحيدة في المنطقة التي تنعم بالهدوء، ودي مسألة يعني تدعو للعديد من التساؤلات. يعني تدعو لعدم التساؤلات. ما بدأنا من الحديث عن عدم تمديد قانون المواطنة في إسرائيل الذي يعطي الجنسية الإسرائيلية لمن يتزوج من إسرائيلي، أو العكس يعني أنه لا يعطي هذه الجنسية. وتساءلنا تساؤلات كثيرة، بقي منها سؤال واحد. البعض رأى، وحتى على حد وصف حضرتك وضيفنا الكريم عبر الهاتف،
انه يعني هذا القانون عنصري. هو السؤال بالمنطق العكسي، ما الذي يفيد المواطن الفلسطيني عندما يتزوج من حامل الجنسية الإسرائيلية إذا كان عربي أو غيره من عرب 48، يعني ما الذي يفيده الحصول على الجنسية الإسرائيلية؟ يعني فلسطيني تزوج من عربي أو عربية تزوجت من فلسطين، ما الذي يفيد الطرف الفلسطيني من عدم حصوله على الجنسية الإسرائيلية؟ ما الذي يفيده برغبته في الحصول عليها؟ إمكانية تحركه بدون قيود، إمكانية الحصول على امتيازات، يعني وجود دعم في كثير من المسائل اللي كان ممكن ان هو يعني ما يحصلش على دعم فيها، واكثرها يعني ان هو بيكون في مأمن يعني من عدم تعرضه لاي يعني مشاكل من الجانب الإسرائيلي او اي يعني، وفي التزامات برضو بتبقى يعني مش مو يعني او في امور بيحصل عليها وامتيازات بيقدر ان هو يحصل عليها، في امور كتيره جدا بيحصلوا من الجنسيه الاسرائيليه، بعكس لو شخص تاني معهوش الجنسيه الاسرائيليه فبيتعرض لاهانات مفهوم. ولكن لا تتفق معي في نهايه هذا اللقاء انه من سخريه، ولا اقول القدر، بقول سخريه اللحظه، انه عربي يبقى في حاجه للحصول على الجنسيه الاسرائيليه والقانون الاسرائيلي هو الذي يرفض؟ هي مساله بتدعو يعني للاسف. بشكرك يعني مساله بتدعو للاسف. بشكرك شكر جزيل، شرفتني الدكتور ياسر طنطاوي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا. شكرا جدا يا فندم. شكرا. وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة من المشهد، على أمل اللقاء، دمتم في أمان الله. أشكرك جدا.